السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بجميع المتعلمين والمتعلمات، مرحبا بكم في قناتكم قناة التعليم عن بعد المراسلة. هنا فدوى التي نشر لكم منها فيديوهات تخص الدراسة عن بعد في الجزائر. ما تنسوش خاوتي ديروا اشتراك وتشغلوا زر الجرس وتحطوا لايك للفيديو. خاوتي مباشرة ندخلوا في الموضوع تاع اليوم. كان من قبل يعني الفرض الإلكتروني تفوتوه لو 3 جانفي، بصح اليوم كان فيه منشور على الصفحة الرسمية وتم تأجيل الفرض الإلكتروني إلى غاية إلى وقت لاحق إن شاء الله. وكما راكم تشوفوا هذه لاباج تاعنا على الفيسبوك، الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد المراسلة، واللي كنت حطيت فيها أيضا المنشور الخاص بتأجيل الفرض الإلكتروني. كما راكم تشوفوا خاوتي، هاو الإعلان الأخير اللي حطوه في الصفحة الرسمية، اون بليس راني حطيته في الصفحة تاعنا على الفيسبوك. إعلان هام يعلن الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد لمتعلميه عن تأجيل انطلاق إجراء الفرض الإلكتروني الذي كان مقررا يوم 3 جانفي 2021 إلى تاريخ لاحق إن شاء الله. يعني وبهذا راه تم تأجيل الفرض الإلكتروني إلى تاريخ لاحق، يعني وهذا راجع لأسباب كثيرة، ممكن منها كاين متعلمين ما ظهرت لهمش اسم مستخدم كلمة المرور، وكما ثاني كنت تكلمت من قبل باللي تاريخ انتهاء فترة التسجيلات ممكن راح يكون يعني أواخر شهر ديسمبر، وفي هذا يعني ممكن راح يتم تمديد إلى غاية، يعني راح يتم تمديده ممكن حتى الشهر جانفي إن شاء الله. المهم خاوتي، بهذا الإعلان وبهذا التوضيح إن شاء الله نتلاقاو في فيديوهات وشروحات أخرى إن شاء الله خاوتي، بالتوفيق للجميع، سلام. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.